الرحمن الرحيم، طرق عملية لصيام مثمر امتدادا لما تكلمنا عنه سابقا. في كل واحد منا إمكانيات ضخمة يمكن أن يرتاد بها أفاق جديدة وجميلة ورائعة. الإنسان ما تعوزه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إنما يعوزه السيطرة والاستفادة من هذه الموارد الضخمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. إنما يلزمنا فعله لتحقيق المراد من الصوم هو أن نغير تصويرنا الداخلي الذهني والقلبي من تصوير سلبي إلى تصور إيجابي يتم تحفيزه ذاتيا، ويجعلنا نحقق نتائج فاعلة ويوصلنا إلى التمتع بلذة الصيام والقيام والذكر والتلاوة وسائر العبادات. الأفكار والتصورات لم تولد معنا، هي تنمو بنمو العلم والمعرفة والخبرة، أي أنه يمكن تطويرها ويمكن تغييرها كذلك إذا كانت سلبية يغيرها إلى إيجابية. من المهم في الأعمال العبادية المعتادة أن تنظر في الطريقة التي تصور لنفسك فيها هذه الأعمال، فإن كانت ضعيفة أو غير فعالة فيمكنك تجديدها وتقويتها، وذلك سوف يغير كيفية شعورك تجاهها ثم كيفية أدائك لها. لماذا لا نجعل كيفية الصيام في النفس وفي صورته في الوجدان مثلا كترياق دواء يستعمل لدفع السموم النفسانية، أو نجعله كمضاد حيوي فعال ومؤثر جدا لرد نكاية العدو اللدود الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء، أو نتصوره كدواء حسي للنفس البهيمية يضعفها ضعفا متدرجا حتى تسلك وتنقاد، أو تتصوره كغوص في لجة أنوار تنعكس تلك الأنوار على الذات كاملة ويسعد الإنسان بهذه العبادة. استودعكم الله.